السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة يا رب. اليوم الوصفة ديالنا اللي عبارة على واحد بوشيار او شيار معروفين به بزاف المناطق في المغرب، غير كتبقى الاختلاف في الاسم، كل واحد اش كيقول لي. وكيجي لذيذ بزاف بزاف كما كتشوفوا، كيجي هكا محلول وزوين، كيجي ما فيش البابة، كيجي غزال، وبالاخص الى قدمناه هكا مدهون كيجي رائع وزوين. تابعوا معايا الوصفة وطريقة التحضير. غادي نبداو على بركه الله. عندي هنا واحد الكميه ديال السميده، انا غندير فيه السميده اليوم، وكيجي بالسميده وكيجي بالقمح وكيجي بالقمح ديال الدار، ديروا اللي بغيتو. تقريبا زلافه كبيره ديال السميده على جوج زلاف ديال الفورص خميره، وندير واحد تقريبا جوج معالق ديال الخميره، وغادي ندير واحد معلقه صغيره عامره ديال السكر، وغنحاول نخلط هادو هكا. انا ما بغيتش نديرو في العجانه حيت هو هذا الشيار ولا بوشيار عنده واحد الطريقه خاصه ديال العجينه ديالو، غنديرها معكم في القصريه وحتى في العجانه تجي، غير هو خصكم تخليه واحد شويه قاصح، ماشي قاصح بزاف بينه وبين، وتبداو تزيدوا في الماء وانتم كتعجنوا بحال عجينه الشفنج، باش كيجي زوين. هو راه ماشي هو البطبوط، البطبوط بوحدو والشيار بوحدو، البطبوط تيخمر عاد كنخبزوه، الشيار كنخبزوه كي كنقرصوه كنخبزوه. الملح درت الملح هنا فرقتها ما على حسب الذوق، واحد ديال الجهد تاعو ديال الملحه. دابا غادي نبدا نعجن، بسم الله. انا راني طلقتو شويه من الاول حيت المولفه كنطلقو، ما درتوش شويه قاصح، نتوما خليو شي شويه هكا بالنسبه اللي غيديروا اول مره، يخليه شويه قاصح على هكا. هكا ندير رشيشه ديال الملح ديال الماء ونديره باش يجينا خفيف وزوين. المهم شي شويه غتخدموا بيدكم ضروري، ولكن غتحصلوا على واحد النتيجه زوينه. صافي غادي نبقى غدا هكا، ندير الشيشه هكا ونعجن نعجن ونطلق نعجن ونطلق. المهم عجينته هو راه بحال الشفنج، حيت ملي غيتطلق غادي نخدموه بحال الشفنج ان شاء الله. دابا انا غنبقى عليه هكا ونزيد كما قلت لكم رشيشات ديال الماء غير شويه، غير هكا هكا شتو نقيطات ونبقى هكا. المهم غادي نبقى غدا هكا حتى نوصل للنتيجه اللي انا بغيت، وعاد ديك الساعه غادي نبقى ندير ليه هكا بايدي بحال شكل الشفنج تماما. ملي غنوصل لديك المرحله غادي نعاود ان شاء الله نوريكم كيفاش. كما كتشوفوا ها كيفاش ولات، وتبقاو ديرو لها هادي الا بغيتو. باش تعطيكم نتيجه افضل انا راه خبطت بزاف، غير وريتكم دابا تقريبا راني ساليت. يعني الا ما ولاوش يديكم بحال ديال الشفناج عرفوا راه ما كاين والو. شفتو خدات مني واحد ربع ساعه تقريبا في الماكينه، قلت لكم راه تخدم لكم الماكينه ولكن تخليوها قاصحه وتبقاو واقفين عندها، هي كدور وانتم كترشوا وانتم كديروا الماء. غندير واحد شويه ديال الزيت هنا، هاد القرعه تنغسلها من مرتاح، نحولها البصل نزيدها غتخمر عندنا في الاول. صافي هذا هو الفرق، البطبوط اسخفاتني البطبوط تيخمر جوج خطرات، بوشيار تيخمر خطره واحده. انا غنغطيه بفيلم اليمونتير، نصبر عليه حتى يضاعف الحجم ديالو ونرجعو ان شاء الله نكملو في الخدمه ديالو. ها العجين ضاعف الحجم ديالو كما كتشوفوا. دابا غنقول لكم باش تعرفوا راه العجين نجح ولا ما نجحش، تشوفوا هاد النبيل، تشوفوا العجينه نبلات، عرفوا العجينه نجحات. شوفوا كي خفيفه، تيفرش شي حاجه تحت القصريه كما كتشوفوا. هاني لولبتها كامله،
درت لها غير الدقيق الحرش، لولتها. خرجوا الكويرات على حسب المقله اللي عندكم، عندكم مقله كبيره عندكم مقله صغيره، حيت هذا ان شاء الله دابا غنخليه غير من نجي فين نكمل هادو غادي نرجع الاولى اللي لولبس وغنديرها طيب، يعني ما غنخليش يخمر. هانتوما قلت لكم راه باش تعرفوا ناجح، شفتوا هذوك النبيل راه كله هكا جا منبل، هذا كيدير على ان العجينه ناجحه 100%. تقريبا هنا عطاني واحد جوج ربعة ستة ثمانية عشرة شيارات اولا بوشيار، ممكن واحد كيفاش كيسميه. صافي انا درت مقلة سخون، دابا غنغطيه باش ما ينشفش هكا، ما يقش كما تنقولوا حنا ما يقشبرش، ما يديرش ديك القشرة اللي كتكون. وانا غنعقل على الاولى، انا ها هي الاولى عندي، هي هذه هي اللي غنبدا بها ان شاء الله، وغندير واحد شويه ديال الزيت غندرش ونطيب. كما كتشوفوا البنات انا راه بديت كنطيب، ها هو كما تنقولوا حنايا بوشيار خفيف كي الريشه، الثياب تاعو كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. انا غادي ندير معكم بالنسبه دابا في الاول لولبناه بالطحين، فاش غنبغيو نقرصوه هنا ما نقرصوش بالطحين، نغطسو يدينا بشويه ديال الزيت كما كتشوفوا ونقرصوا بها باش داك الطحين. هانتوما شوفوا دابا راه بقى تخمر، هانتوما شفتوا كي منبل، باش داك الطحين ما يتحركش لينا في المقله ويجينا فيه داك البنه ديال الحراق ديال الطحين. نقرصوا ونقرصوه ما غليتش وما رقيقش، بركه. هذا هو الجهد باش هذا هو الجهد. صافي انا غطيب لي هذيك اللي لايحه في المقله وندير هذه ان شاء الله. صافي غادي نرش المقله، انا هاد المقله راه شديتها حكيتها، حيت من هذاك الطبقه اللي كتكون كتولي تلصق في المسنن. غادي نرمي هذيك الشياره ونرشها بشويه ديال الزيت، ما تكثروش الزيت، وغنخليها تدير النبيل كلها غتنبل وعاد نقلبها ان شاء الله. شفتوا كي دارت تنبلات، دارت واحد الفقاعات، غادي نقلبها صافي وغنخليها تحمر من هنا مزيان. شفتوا كي تجي من هنا منفوخه في نفس الوقت خفيفه، صافي غنخليها هكا. سمحوا لي على صوت الماكينه غنمشي نطفيها، غادي نبقى ندير هكا حركات دائريه باش تاخذ لي الوين. هي راه ما غاديش تجيكم هكا لان هاد الجهه كما كتشفتوا نتوما راه نبلات، غادي تجي شويه بشي طيب وشي ما طيب ان شاء الله غادي نطيبوها. غادي ناخذوا هاد هادي باش كنقلب، وغتحاولوا تبركوا واحد البركه خفيفه باش من باش من باش تبقى لنا باش تبقى محافظه على داك الشكل ديالها ديال الداخل اللي يكون كما تنقولوا حنا خاوي مفشفش. نوركو غير شويه باش هادي توصل للمقله وطيب. صافي هذا هو الطياب ديالها، والعافيه تكون مهيله باش طيب مزيان، ما تكثروش الزيت. شفتوا كما قلت لكم راه تيطيبوا شي بلايص هنا وكيبقى الوسط، هذاك الوسط هو اللي وركوا عليه حنا غير بشويه. صافي كما كتشوفوا ها هي تحمرات معانا، تاخذ لنا غير هاد اللوين الصفر صافي، ماشي بالشرط تولي كلها هكا، هي راها طيبه. نكمل الكميه اللي عندي كامله ورجع نتلاقى معكم في الشكل النهائي. كما كتشوفوا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال بوشيار، كيجي على هذا الشكل. انا راه ما خليتوش غليظ، كيعجبني هكا شي شويه يكون مرقيق مغليظ، كيجي زوين وخفيف كما كتشوفوا. ها غادي ندهنوا بزبيده غسيله، هي الزبيده ماشي بلديه، تكون بلديه يكون احسن، هذه غير زبيده روميه. غادي ندهنوا هكا، صراحه كيجي زوين بزاف وكيجي خفيف بحال الشفنج، ننصحكم تجربوه. وما نخوي الجهد اللي غادي يرطب ليا هاد البوشيار. صافي انا غادي نقدمه مع قهوه، صراحه تشهيت مع القهوه، واللي بغى يدير شي كويس اتاي مشبشب له من هنا يجي غزال حتى هو. كنتمنى هاد الحلقه ديال اليوم تكون عجبتكم، الا عجبتكم الحلقه في العاده ما تنساوليش من اللي لايك ديالكم. خليت لكم الراحه، في امان الله.